بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع دروس اللغة العربية للصف الأول الثانوي، وانتهى بنا الكلام في الحصة الماضية على ذكر علامات الفعل بعد أن تقدم معنا علامات الاسم وذكرناها وشرحناها، ثم انتقلنا إلى علامات الفعل ومر بنا من علاماته تاء التأنيث الساكنة، ذكرنا أنها حرف ليست اسما فلا محل لها من الإعراب، وأنها تتصل بالفعل الماضي فقط، وتدل وظيفتها في هذا الاتصال أنها تدل على أن فاعل هذا الفعل مؤنث. والآن مع العلامة الثانية من علامات الفعل، العلامة الثانية من علامات الفعل وهي تاء الفاعل. تاء الفاعل في شكلها وفي صورتها تشبه تاء التأنيث، لكن هناك فرق كبير بين تاء الفاعل وتاء التأنيث. هذا الفرق يتجلى في الكلام عليها الآن. هي ضمير، وما دامت ضميرا فهي اسم، لأن الضمائر جميعها أسماء، ففارقت تاء التأنيث في الاسمية. تاء التأنيث حرف وتاء الفاعل ضمير، أي هي من الأسماء، ضمير رفع، بمعنى أنها تكون دائما في محل رفع، لا تكون في محل نصب ولا في محل جر، دائما في محل رفع، وأغلب أحوالها في محل رفع فاعل إلا إذا اتصلت بكان وأخواتها فتكون في محل رفع اسم كان أو إحدى أخواته، وهي ضمير رفع متحرك، ومعنى متحرك أنها متحركة، عليها حركة ولها حركات ثلاث: مضمومة، إذا كانت مضمومة خرجت تو، تاء الفاعل مضمومة، لمن تكون إذا كانت مضمومة؟ للمتكلم، بمعنى المتكلم إذا تكلم بها ضمها إشارة إلى أنها تعود إليه، مضمومة للمتكلم، ومفتوحة للمخاطب، إذا خاطبت بها إنسانا أمامك قلت خرجت، رجل مخاطب، خرجت، كتبت، جلست، تاء الفاعل هنا مفتوحة أو مبنية على الفتح، وهي خاصة بمن تخاطبه للمخاطب، ومكسورة تكون مبنية على الكسر إذا كنت تخاطب امرأة، تخاطب امرأة مؤنث فتكسرها، خرجت، كتبت، جلست، فتجعل كسرة تحت التاء إشارة إلى أنها تخص مخاطبة، تتصل بالفعل الماضي لا غير. شاركت، تاء الفاعل شاركت تاء التأنيث في أنهما يتصلان بالفعل الماضي فقط، وتعرب في محل رفع فاعل كما ذكرنا، ما دامت ضميرا فهي من الأسماء، والأسماء لها محل من الإعراب عكس الحروف في محل رفع فاعل، كما في قوله تعالى إني نذرت للرحمن صوما. أين تاء الفاعل هنا؟ ننظر إلى الفعل، نذرت، نذر فعل الماضي، اتصل به تاء الفاعل الدالة على المتكلم. لماذا قلنا الدالة على المتكلم؟ لأنها مضمومة مبنية على الضم، إذا كانت مبنية على الضم كانت خاصة بالمتكلم، فالتاء هنا تاء الفاعل ضمير متصل في محل رفع فاعل، فكلمة نذر من نذرت فعل، والعلامة الدالة على الفعلية التاء المتحركة، التاء الفعل متحركة لأنها ليست ساكنة، سميت متحركة لأنها ليست ساكنة، إما متحركة بضم أو بفتح أو بكسر كما ذكرنا. العلامة الثالثة من علامات الفعل الخاصة بالأفعال هي نون التوكيد، نون التوكيد، ونون التوكيد منها ثقيلة ومنها خفيفة، الفرق بينهما الشدة، الثقيلة عليها شدة مشددة والخفيفة مفتوحة، الخفيفة أو عفوا الخفيفة ساكنة،
الخفيفة ساكنة والثقيلة مشددة. أي نون مشددة محركة بالفتح أو خفيفة ساكنة، وسميت بذلك، يعني سميت بالخفة، نون خفيفة، توكيد خفيفة، لخفة النطق بها، لأنها عليها سكون فقط، لخفة النطق بها تدخل على الفعل المضارع. إذا تتصل بالفعل المضارع مثل قوله تعالى: لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين. هنا لدينا نونان للتوكيد، الأولى ثقيلة، لا يسجنن، كيف عرفنا أنها ثقيلة؟ لأنها مشددة، شدة مع فتحة، لا يسجنن مشددة. والفعل المضارع مع نون التوكيد كما نعلم مبني على ماذا؟ على الفتح. ولا يكونن هنا نون التوكيد خفيفة ورسمت بالألف للوقف عليها، رسمت هكذا بالألف، هي في الأصل نون خفيفة للتوكيد، ولا يكونن من الصاغرين. وعلى فعل الأمر تدخل على المضارع كما ذكرنا، وتدخل أيضا نون التوكيد على فعل الأمر مثل قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وارضاه: وأنزلا وأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. هذا فعل أمر لكنه هنا فعل دعاء، لأنه دعاء لله سبحانه وتعالى. وأنزلا اتصلت بالفعل، فعل الدعاء الذي هو في الأصل فعل أمر، اتصلت به ماذا؟ نون التوكيد الخفيفة كما نرى. أنزلا نون ساكنة فهي للتوكيد، وخفيفة لأن عليها سكون. ثم العلامة الرابعة من علامات أو من العلامات الخاصة بالأفعال، خاصة بالأفعال، التي هي هنا ياء المؤنثة المخاطبة. ياء المؤنثة المخاطبة علامة خاصة بالأفعال كما ذكرنا، وتلحق الفعل المضارع، نجدها في الفعل المضارع مثل قولك: أنت تقومين بواجبك. كلما استعملت فعلا مضارعا وخاطبت به امرأة ستظهر لديك ماذا؟ ياء المخاطبة المؤنثة المخاطبة، التي هي إحدى الضمائر، وهي كذلك دائما في محل رفع كتاء الفاعل. تقومين، أين ياء المخاطبة؟ هنا بعد الميم، تقومين، هذه ياء المخاطبة اتصلت بماذا؟ بالفعل المضارع. وتتصل أيضا ياء المخاطبة بفعل الأمر كما في قوله تعالى: يا مريم أقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. ثلاثة أفعال أمر، أقنتي فعل أمر اتصل به ماذا؟ كما نراها في آخر الفعل ياء المخاطبة. الخطاب لمن؟ لامرأة، لمريم عليه السلام: أقنتي لربك واسجدي، كذلك فعل أمر، اسجدي فعل أمر، وفي نهايته ماذا؟ ياء التأنيث المخاطبة، لأن الخطاب لمن؟ لامرأة. واركعي كذلك فعل أمر منتهي بياء المخاطبة مع الراكب. إذن ياء المؤنثة المخاطبة تتصل بفعل الأمر المضارع أو بفعل الأمر، متى؟ إذا كان الكلام موجها إلى مؤنث أو هو أمر لمؤنث. كلما خاطبت مؤنثا أو مؤنثة بالمضارع تظهر معك ياء المؤنثة المخاطبة، وكذلك كلما أمرت امرأة أو مؤنثة تظهر معك كذلك علامة التأنيث للمؤنثة المخاطبة. بعد هذا، هذه العلامات التي ذكرناها للفعل، نصل إلى ما علامات الحرف.